Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن الكلمة دي. Look. Look كل الناس عارفة إن معناها ينظر. لكن look بيختلف معناها على حسب البريبوزيشن اللي جاي وراها. يعني مش كل معاني look هلاقيها ينظر. طبعا لو look معناها ينظر هعرف إن جاي وراها at فبالتالي معناها ينظر إلى. يعني لما أجي أقول لك he looked at himself in the mirror يعني هو نظر لنفسه في المراية. لكن تعال نشوف بقى المعاني التانية لكلمة look. طبعا look أول حاجة لو جي وراها for قال لي هيبقى معناها يبحث عن. يعني لما أقول لك he lost his watch he should look for it in the bedroom يعني المفروض يبحث عنها في غرفة النوم. يبقى look for معناها يبحث عن. طيب لو look جي وراها up وده المعنى التالت قال لي لو look جي وراها up هيبقى معناها يبحث عن معنى كلمة في قاموس. يعني لما أقول لك when you don't know a meaning of a word يعني لما تعرفش معنى كلمة you should look it up in the dictionary. You should look it up in the dictionary يعني يجب أن تبحث عنها في القاموس. يبقى البحث عن كلمة في قاموس بيبقى look up. رابع معنى معانا النهاردة وهو look after. Look after معناها يعتني بي. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي when his father died يعني لما أبوه توفى he looked after his brothers يعني هو اعتنى بإخواته. يبقى إذن look after معناها يعتني بي. تاني look after يعتني بي. مثال تاني لما أقول لك mothers يعني الأمهات look after their babies يعني بتعتني بأطفالها. تاني mothers look after their babies or their children أو بتعتني بأولادها. المعنى الخامس معنا النهاردة وهو look like. Look like ودي معناها يشبه. When I say أحمد looks like his father يعني أحمد يشبه والده. يبقى تاني كلمة look like معناها يشبه. تاني look like معناها يشبه. المعنى السادس معنا النهاردة وهو look لما بيجي وراها adjective. look لما بيجي وراها صفة. قال لي look لما بيجي وراها صفة بيبقى معناها يبدو. تاني بيبقى معناها يبدو. يعني لما أجي أقول لك أحمد looks happy today يعني أحمد شكله سعيد النهاردة. يبدو أنه هو سعيد النهاردة. يبقى إذن look لو جي وراها صفة هيبقى معناها يبدو. تاني هيبقى معناها يبدو. المعنى الأخير معانا النهاردة وهو look لما بيجي وراها forward to. look forward to بيبقى معناها يتطلع إلى. وفي هنا حاجة مهمة جدا بخصوص look forward to. قال لي إن look forward to بيجي وراها verb plus ing ما بيجيش وراها مصدر. يعني لما أجي أقول لك Sammy is looking forward to visiting London يبقى لاحظ قلت Sammy is looking forward to. طب إيه اللي جاي ورا look forward to هو verb plus ing فقال لي visiting يعني ما ينفعش أقول Sammy is looking forward to visit لا لازم أقول visiting London. وبكده يبقى لازم أفرق بين المعاني المختلفة للook طبعا على حسب اللي بيجي وراه. أتمنى أن أنتم تكونوا فهمتوا المعاني المختلفة لكلمة look. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا شير لكل زمالك عشان إن شاء الله يستفيدوا معنا. Goodbye. السلام عليكم.